في كتير من الحقائب يلي تم تصميمها من قبل الفاشن هاوسز سميت بأسماء المشاهير يلي كانوا مصدر إلهام المصممين، أو منهم كان السر بزيادة مبيعاتها وشهرتها حول العالم. ليصير الاستثمار هو واحدة منهم أفضل من العقار والذهب. رح نبلش مع حقيبة إرماس كالي يلي أطلق عليها هالاسم بسبب الشهرة الواسعة يلي حصلت عليها بعد ما أخفت بها غريس كالي في الـ60s حملها بوضعها على بطنها، ليزداد الطلب عليها من قبل عشاق الأميرة للحد أن مدة الانتظار للحصول على واحدة منها تجاوز العام. أما إرماس بيركن يلي تعد من أشهر وأقيم الحقائب الآن، فتقف وراءها The Iconic Jane Birkin يلي كانت معروفة بهير باسكت باغ، إلا أنه ذلك تغير بعد ما التقت بالصدفة بجون لوي دوما المدير التنفيذي لإرماس عام 1983 على متن إحدى الطائرات، ووجدها مرتبكة بأغراضها يلي لم تكن كافية لحقيبتها، فوعد بتصميم حقيبة باسمها مناسبة لها، وتقاضت 30,000 يورو مقابل ذلك. He gave me my bag, and I never really followed it up much until much much later. Somebody said, "You know, your handbag is the bag that is selling the most than any bag or something." أناقة السيدة الأولى الأمريكية جيك كينيدي كانت السبب في تغيير مصيرة حقيبة 50s Constance التي أطلقها دار جوتشي في الـ50s، ويلي تغير اسمها إلى جيكي 1961 بعد الشهرة يلي حققتها عندما التقطت عدسات الباباراتزي لمسز كينيدي وهي مرتدية لها أكثر من مرة. وما زالت هذه الحقيبة الأكثر مبيعاً بين كل حقائب الدار يلي بيهتم بطرح حملات دعائية خاصة بها بين حين وآخر، وسبق وشارك فيها أهم النجوم مثل هاري ستايلز وداكوتا جونسون. فسألت حالكم ليش سميت هالحقيبة من جوتشي باسم ديانا؟ فالسر أكيد بيعود للليدي ديانا يلي كانت ترافقها البامبو توت باك في أغلب الوقت في منتصف الـ90s عندما تغير هير فاشن ستايل ليصبح أكثر جراءة. يذكر أنه كرم أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي السابق لدار جوتشي الأميرة ديانا في ذكرى ميلادها بإعادة طرح وتصميم حقيبة جوتشي ديانا. كما أنه تأثير ليدي ديانا وصل لدار ديور أيضاً بعد ما أهدت السيدة الأولى الفرنسية برناديت شيراك الأميرة ديانا إحدى حقائب دار ديور عند زيارتها لفرنسا، ويبدو أن الأميرة الراحلة وقعت في حبها وظلت تعتمدها في الكثير من الأوقات ليطلق عليها الدار اسم ليدي ديور تكريماً لها، لتبقى هالحقيبة الأيقونية الأشهر بين كل حقائب الدار حتى وقتنا هذا.